السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد عن غسالة بوش. بصراحة الغسالة ممتازة جدا جدا جدا، وبالإضافة إنه هي عم تغسل ما في صوت ضجيج، أمورها بخير. وقت التنشيف إجباري بده يكون في صوت الدوران، فطبيعي هذا الموضوع، تمام. فهشرح لكم هلأ عن مواصفاتها ولمحة سريعة عنها، تمام. 7 كيلو تمام، وعن وزنها بيجي 69 كيلو، تمام. هلا انا بصراحة في شغلة بدي احكيها، انا بنصح بالغسالات اللي بتجي من فوق 7 كيلو. ليش؟ لانه يعني انت اذا بتحطها باي مكان، اذا كانت الارض مثلا شوي فيها ميلان او كذا، ما بتأثر عليه وهي عم تنشف او هي عم تغسل، ما بتتحرك او بيصير عليها مشاكل، تمام. اما هي الغساله بما انه وزنها 69 كيلو خفيفه، تمام، فاذا تحطها انت بارض مثلا عندك انه شوي مايله، مثل هالارض مثلا، هي مثلا هو اللامينات، تمام، الخشب، فهذا ما بيجي احيانا كله كثير يعني بسحبه واحده، تمام. فوقت بتنشف تحسها الغساله ما يعني مو ظبط، ما بتضلها ثابته بالارض، بتضلها بتزيد هيك، بتعمل مشاكل يعني. اما اذا بتجيب غساله وزنها اللي بتغسل مثلا 8 كيلو 9 كيلو بتبقى منيحه. ليش؟ لانه وين ما حطيتها باي ارض، لو كان في شويه ميلان بتضلها ثابته. ليش؟ لانه بيكون وزنها 75 كيلو وفي منهم 77 كيلو، تمام. فهي شغله يعني بدي انبهكم عليها. اما هيك غساله والله هي بصراحه ممتازه، يعني جربتها انا، غسلت عليها مرتين ثلاثه، ممتازه الغساله. هون بنحط دواء الغسيل معروف، وهون المعطر، وهون الفورفيشن، تمام. بالإضافة لحورجيكم شغلة اللي هو البراغي تبع اللي حكينا عنهم بالفيديوهات الماضية، البراغي اللي بيتثبتوا ورا وتجي الغسالة جديدة. عنا هون مثل ما كن شايفين عنا الشنيل، تمام، هاي الغسلة السريعة بدرجة حرارة 40. عنا الجينز اللي تحتها، عنا الفاين اللي هو الغسيل اليدوي، عنا الفولي اللي هو الصوف والقصص هي، وعنا هون الفليك لايش اللي هو الاواعي الحساسة، يعني اللي حساسة يعني، تمام، درجة حرارة 30. عنا هون الشبول الغسيل العادي بس مي غسيل، تمام. عنا هون البام فولي اللي هو الصوف، عفوا القطن، تمام، هي درجة حرارة 20، وعندنا تحت درجة حرارة 40، فأنت اللي بدك إياه بتحطه. عندك هون الإيزو اللي هي 40 ل 60 درجة حرارة. هون عندنا الفور فيشي اللي هي الغسيل اليدوي كمان، تمام. عندنا هون درجة حرارة 40 60 90، تمام. عندنا هون تحت إذا بتحط على هي اللي هي الشلويدرين أب بوبن، تمام، اللي هي هي تنشيف بس، إذا أنت بتشغل بس تنشيف حصرا، تمام. طبعا الغسالة، هي الغسالة من جوا، تمام، مثل ما تكون شايفين. طبعا فيها البربيش لسه تبعها والغراض موجودة فيها، تمام. هاي شكل الغسالة، شوفوا كيف. تمام، هاي بتغسل، تمام اخواتي. هاي البراغي اللي حكيت لكم تجي بالغسالة، تجي مثبت البراغي فيها هون، تمام. هاي البراغي لازم تنفك، 4 براغي، 1 2 3 4، هدول الاربعة لازم ينفكوا، تمام. ليش؟ قلت لكم شو قصتهم هدول. هدول قصتهم انه الغسالة تكون جديدة عند الوكيل، تمام، اللي بيجي للزبون مثلا بيوصي عليها بده يشتريها، فهدول بيضلوا مثبتين مشان الاتمصورات تبع الغساله ما تنتزع وهي عم تتحمل الغساله اللي عند الزبون او يصير عليها مشاكل، تمام. فبيحطوا هدول البراغي مشان انه البراغي هي تضلها موجوده ومثبته المحرك، بس تجي لعند الزبون، الزبون بقى مهمته يفك البراغي هدول، تمام. فهي شغله كمان كتير مهمه لازم تنتبهوا عليها وتتنبهوا لها، تمام. وهي عندنا هون موديلها اللي حابب مثلا يشتري منها، هاي موديلها هون، رقم موديلها بإمكانك تشوفه انت، بتشوفه على الانترنت بيطلع معك، تمام اخواتي. ان شاء الله اكون فدتكم بالموضوع باذن الله. وهي بالنسبه لغساله شارب مثل ما قلت لكم، طبعا هي الشاشه تبع هون تجي ديجيتال، تمام، تعطيك قديش الوقت تبع الغسيل اللي بدك تغسله انت. وعندك هون اذا بدك تزيد انت الدوران تبع التنشيف، وهون اذا بتحط تزيد السرعه، وهون بتشغلها وبتطفيها. Start and not leaving.
تمام. هذا كان الفيديو تبعنا لليوم، بتمنى ان شاء الله يكون فضيتكم بالموضوع. اذا عجبك الفيديو اشترك بالقناة وعملنا لايك. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.